مش عارف اوضح لكم النقطه اللي انا قصدي عليها، انما انا لا قصدي اقول ان اتحاد الكره على حق والالترس على باطل. بالعكس انا شايف اتحاد الكره خلق العفريت ومش عايز يصرفه، مش عارف يصرفه، مش عايز يصرفه، وبيوصلنا نعمل بالظبط اللي هو عايزه. زي ما الناس عملت في صدام حسين، ادوله 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 ضغطوا عليه عشان يوصلوه لانه يعمل الشيء الاخراني اللي حرق بيه بلده. دراسة الشخصيات في التاريخ انك تديله ان هو هيتصرف بطريقة الفلانية، هتصرف بطريقة وانت عارف انه هيعمل ايه. السذاجة بقى انك انت تعمل، يعني اما يكون واحد بيخطط لي ما عملش اللي هو عايزه. مين قالك ان انت فاكر اتحاد الكورة عايز يلغي الشماريخ؟ نبقى ناس طيبين يعني، لان الشماريخ دي اصلا قضية يجب الا تصار. يا اولاد ما ترموهاش في الارض، يا اولاد الملعب شكله وحش، يا اولاد. انما هي قضيه لخلق مشكله يتم التعامل فيها احيانا بالعنف واحيانا الباقي انا مش ما بقتش متاكد منه. الباقي انا شايف بقول يا رب ابعت للبلد دي حد يصدقوه. اصبح الحال ان يجي لكم قائد كده ربنا يجيبه لنا انه يقول لكم يمين يمين مش عمي. زي ما كنا بنشوف كده صالح سليم وناثق فيه، وهي حاجة يقولها ها ما بنخونوش وما بنكذبوش، بس بناخد الموروث بتاعه ونشتغل بيه لحد ما ربنا يرزقنا بقى بكده. انا كنت فاكر ان كلكم هتبقوا هذا الرجل، كلكم هذا النموذج، كلكم صالح سليم، كلكم الشخص الطيب الصالح الحاسم الذي يستطيع ان يصحح ولا يلتفت الى الحاجات الصغيرة اللي ضررها اكتر من نفعها. هختزل المبدأ في ان انا قال لي شمروخ انا حوري له الشمروخ، هذه عملية الاختزال انا مش متفق معاه. انا متفق ان تكونوا اقوى من هذا التحدي، اقوى من انكم تثبتوا لهم انهم غلطانين، لانهم عارفين انهم غلطانين وعارفين بيعملوا ايه كويس قوي، عارفين مش عارفين. واي واحد بيطلع النهاردة في البرامج يقولك لا ده ما فيش فايدة، هو عارف ان انتوا هتتصرفوا كده، فباني كل استراتيجيته ان انتوا هتقولوا كده فالناس تبتدي تزهق منكم انتوا. هو الاستراتيجيه يا ابني كده، مش هتخرج عن كده. ومش قلنا لكم اديكم يا هو، هو لازم يعني اللي لازم تتلسعوا انتوا عشان تقولوا اي اديكم شفتوا. لا انا كنت عايز اقول ايه، كنت عايز اقول لا ده شبابنا اكثر وعي وحكمه وذكاء وحرص على مصلحه هذا البلد. نحن الحاجات الرفيعة أنا عايز يا عم البوليس يرجع ما يخليش البلطجية تقعد في الشقة وبعدين يرجع ينزلها، عايزه يفضل القصة دي، مش عايزين نفضل. أنا كنت غيران جدا جدا، أنا بتفرج على انتخابات في تونس غيران حمود. لماذا أحرم في بلدي أن أرى هذا النموذج؟ ليه ما عاش اليوم ده عشان أشوف بلدي كده؟ وانت فاكر الانتخابات بالطريقة دي هتكمل بالطريقة دي بالعقلية دي كل واحد بيتحدى التاني ازاي؟ انا كان نفسي ان احنا الشباب يقول لهم البلد دي بقى امانه في ايدنا احنا مش في ايدكم، انتوا يعني اعملوا اللي تقدروا عليه واحنا هنكمل، احنا اللي هنكمل الصوره، احنا اللي هنحافظ عليها، مش ان احنا اللي هنشغلكم تبقوا في مواجهه معانا عشان تتحججوا لما تفشلوا تقولوا اصل احنا مش فاضيين، احنا منشغلين في حاجه هايفه. مش هنفوق لما نلاقي اسرائيل جوه ولا امريكا عامله حاجه وتفجر لنا موقف حقيقي بقى صحيح كده، تنقي وقت لذيذ عشان القله المدسه تيجي تعمل عمل يستحق الراي العام العالمي يلتف حواليه، وبعد كده قد يكون في ساحه كره قدم ولا مدرج كره قدم هذا الحدث. هذا انا بفكر كده، وده اللي كنت مصر ان انا لو قلت كده يمكن الناس تصدقني، لان انا مش جاي لا ابقى زعيم ولا عايز حاجه، ولا عايز ابقى رئيس النادي الاهلي، ولا عايز ابقى رئيس اتحاد الكوره، ولا عايز اي حاجه من الدنيا، غير ان انا كنت فرحان يوم 25 ان اللي ما عرفتش اقوله وخفت اقوله وخفت اعمله لقيت ناس عملته، فتوسمت كل الخير في 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 ان مصر هتبقى كده. لقيت ان بيجرفنا طيار العناد والتشبث ومين الصح ومين الغلط ومين اللي هيكسر مين لحساب مين في كل مناحي الحياه، في كل مناحي الحياة. غير معقول، غير النهاردة مين المستفيد من خناقة المحامين والقضاء؟
اللي في السجن اللي مش هتحاكموا دول، لا في قضاه يحاكموهم ولا في محامين يدافعوا عنهم ولا في محاكم اصلا بتتفتح. خليكم 20 سنه تخانقوا، يا سلام هايل. وانا احلى اكل بيجيلي، ولو عايز اخرج اتفسح وارجع وازور بيتي وارجع، الله اعلم بيحصل ولا بيحصلش، لكن العقل بيقول، لو انا لو العقل يقول ان ده قد يحدث، وانا قاعد ناقصني فلوسي بره بيجيلي منها اللي انا عايزه واللي انا مش عايزه، ها، والدنيا حلوه، احب اقوم خناقه هنا هقومها، اقوم ليله هنا هقومها، والناس منشغله في الشماريخ وفي الماتشات الكوره، ها، ادي ادي الامور هتمشي على كده، بدل ما السنتين اللي انا متوقعهم ينقضوا في اصلاح لحد ما نلاقي صيغه نحكم بها نفسنا، هنقضوا في ان احنا في حاله مواجهه دائمه وطار، زي ما انت بتقول كده، ده له طار هنا وده له طار هنا وده له طار هنا وده له طار هنا. فكروا، مش عايز حد يرد عليا في حاجه، عشان انا اللي عايز اتفائل ولا اتشائم اكتر من كده. فكروا وانتوا بينكم وبين بعض، لو حاسين انها بلدكم وان احنا مش قاعدين فيها مفروش، وان الحنفيه لما تخر راس صاحب البيت مصمم ان انا اللي صلحها، والله ما انا مصلح، وفي الاخر هتخر على دماغه والشقه دي هتتطربق، لان الميه لما تخر البويه هتقع، وانا سايبها له سايبها له. اذا كان هو ده منطقنا في التعامل مع مصر، ان احنا قاعدين فيها مفروش، ادي احنا قاعدين فيها مفروش، احنا خلاص قربنا كلنا نتكل على الله، وانتوا اللي متدبسين فيها متدبسين فيها، خدوها بالشكل اللي يريحكم. احنا شايفين الامور من منظور، يعني انا الكوبايه دي قدامك كده، انت شايف كده، بس انا شايف الدراع ده، فشايف ان اسهل حاجه ان امسكها من الدراع. انت عشان مش شايف الدراع ده فبتقول الكوبايه دي لو سخنه همسكها منين. فانا هذا الكلام، هذا الكلام فكروا فيه، اذا كان واضح ان ليك تاثير. الالترس مسكت الدراع كذا مره، وقت ما طلب منها تمسك الدراع. يا سيدي كتر خير، كنت بتعايرنا بقى كل شويه.